الموقف الوحيد لساسة السلطة الحالية يكاد يكون الموقف المقبول أو شبه مقبول شعبيا وجماهيريا هو موقف برهم صالح كونه لم يكلف رئيس وزراء رشح من الكتل والأحزاب ورفضته الجماهير المنتفضة هذه نقطة النقطة الثانية قال ما يريده الشعب العراقي وما تريده المرجعية الدينية في النجف هو الذي سأمضي به وسأقبله وغير ذلك انا مستقيل وساترك العمل السياسي انا ارى العكس حقيقه برهم صالح استجاب لمطالب الامريكان وليس لمطالب الشارع العراقي ولو كان مستجيبا لمطالب الشعب العراقي لكان قدم مقترح حتى وان كان هناك رفضا من قبله على احد المرشحين سواء همش هم عليه ام لم يهمش او انه الكتل قدمت له من المرشحين لا يتماشون ورغبه الشارع العراقي على أسوأ التقادير على انه هو يقدم مقترحا بهذا الخصوص فليختار شخصيه من شخصيات العراق وتضاف الى المرشحين.